تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية هنعمل ايه. هنعمل بيتزا بس مش هنعمل عجينة. طب انا ينفع اعمل ده باي حاجة؟ ينفع طبعا، لو عندك عيش توست اعملي بيه بيتزا توست. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عندي 4 توستات، عندي زيت زيتون، عندي صلصة بيتزا احنا عملناها قبل كده وهنزل حضراتكم مقاديرها النهاردة، ولو مش عندكم حطوا كاتشب، ولو مش عندكم حطوا صلصة هنخفها بشوية مية بسيطة مع الريحان والروزماري والزعتر وفص ثوم هترجع جديدة. عندي جبنه موتزاريلا، عندي فلفل الوان وزيتون عشان احنا هنعملها كده. عايز يعملها مارجريتا يعملها بالجبن بس بالصوص، هتبقى رائعه برضو على حسب اطفالكم بيحبوا ايه. تعالوا نتكلم عن التوست. اول حاجه هشيل بقى الامامير دول كده، هاخد العيش التوست كده هحمصه سواء لوحده او بحط له معلقه الزيت اللي اتفقنا عليها. عارفين ليه انا بحمصه؟ علشان انا لو حطيت الصوص والمقادير دي على طاست طري هتبقى هيتبل وهيبقى عجينه، هيبقى عجينه، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نقرمشه. لو عندك توستر حطيه فيه وطلعيه، يعني دي برضو مرحله بتقلل من نسبه زي ما بيقولوا ايه دخول الفرن وتشغيل الفرن وكده. هعمل كده كده زيت زيتون طبعا، اللي عايز يجمل باي حاجه مفيش مشكله خالص، اهي كده خلاص خفيف قوي، امسح كده خلاص يبدا يشد جوه بس شويه. يلا بينا ندخله الفرن تحت مدهون زيت زيتون برده، عشان تبقوا حضراتكم عارفين اللي تحت على ورق الخبز مدهون زيت زيتون اهو على الشبكه في النص، هتابع مع حضراتكم لونه. طيب هيطلع طبعا، اول ما هيطلع هيبقى واخد اللون الحلو ده. هنبدا نعمل ايه؟ كان عندي واحد كمان هنا، خليني اجيبه اهو، حط دول كده. ده عريض، خليني احط طيب دول مش مشكلة يبقوا 6 بس، اتنين هيتظلموا ولا ايه؟ ناخد بقى صوص البيتزا اللي احنا عاملينه وهننزل، نزلنا طريقته بصوا كده على خفيف، اللي مش عنده يحط كاتشب مفيش مشكلة خالص. شوفوا العيش لما الطاسة ما بينشف بيبقى متماسك ازاي، والحاجه تبقى جميله وما يطريهوش بسهوله. اهو كده صوص البيتزا ده بيتشال في الفريزر، اعملوه على قد الحاجه يعني عشان احنا عاملينه من طماطم طبيعيه، واحنا عملناها من اولها لاخرها، اللي ما شافش الحلقه يشوفها على اليوتيوب. زيت ومية هنشيلها اهو، ناخد الاول كام واحدة جبنة كده قبل ما احط الخضار، عشان ما يبقاش عجين، لانه لو طري قوي هيبقى عجين. تمسكوه لو بعد ما تسيبوه 5 دقايق في ال، لا ما يلحقش الحاجة المكونات تسيح قبل ما هو يتحمص. جربوها كده، بصوا بقى هنحط شوية من فلفل الألوان حاجات خفيفة، والتشيز كتير وزيتون وكل حاجات. نقول فوائد فلفل الالوان دي رائعه. عايزه اقول لكم الفلفل الالوان ده بيعالج جدا فقر الدم، الناس اللي عندها انيميا
ومن الزهايمر، وبيحمي الجنين من التشوهات، بيحافظ كمان على صحة المرأة الحامل. عايزة أقول لكم بيساعد على خسارة الوزن، إنه بيبقى عامل رائع لتحفيز الغدة الدرقية. تعالوا كده، الناس اللي عندها اضطرابات في المعدة، الفلفل ده رائع بكل الأنواع بتاعته. الزيتون بقى كمان ليه مكوناته يعني أو خواصه كمان مفيدة، مش بس إنه أملاح كتير وبيضايقنا، لا. تعالوا نبص كده، بصوا بقى، عايزة أقول لكم الزيتون ده من الحاجات الرائعة اللي بيحافظ. أنا بقى عايزاه الدرجة دي، شفتوا الدرجة دي؟ هي دي. بصي، شوفي يا ندى، أهي هي دي اللي أنا عايزاه. خلاص، طبعا لما بتغطوا الطبق بعد ما بتطلع من الفرن وتسيح وتمام ويبرد، هتلاقوها طريت سنة. السنة اللي طريت دي ترجع عجينة طبيعية رائعة عادية جدا، هتتبسطوا بيها قوي، وسهلة وبسيطة وما فيش مشاكل ولا عقد، وكيس توست يغرق الولاد في البيت تاكلوا كلكوا، وفي اللانش بوكس يتحط يبقى روعة، وسهل وجميل. يعني ايه؟ والله في حاجات كتير نقدر نعملها مختلفة وتدي نفس النتائج، وبتبقى أسهل علينا على الأم على المامي. يعني حبيبتي ما تأزميش نفسك، أنا شيل ده مش عارفة أعمل في نفسي ليه كده، لسه بقول ما تأزميش نفسك، وأنا أكتر واحدة بأزم نفسي في الحياة. أنا ممكن أصحى من النوم فجأة أقول يا نهار أبيض البروجكت بتاع الولاد، أفضل للصبح أشوف عملته إيه، جبت حاجته ناقصه إيه، ممكن مثلا صحته الصبح يحصل حاجات غريبة كده، أعصابي تعبت كلها، بقيت باخد كمية أدوية للأعصاب والحقن وفيتامين بي 12. أنا وصلتني امبارح يا نوزي حبيبتي، ربنا معاكي يا ندى، أنتِ سابقاني بخطوة، خطوة بقى الكتب الخارجية، ألا وإياها إن بقى تدوروا على الكتاب الفلاني اللي فيه منه ثلاث نسخ، فيه منهم ريفيجن، نسخة لازم تجيبوها، يا إما المكتبة تمضلكوا على بياض إن هي ما سلمتكوش النسخ. تفضلوا بقى حضراتكم تروحوا يمين وشمال وتنزلوا هنا وهنا، بجد الأمهات دي بتتعب. الأمهات المهتمة، الأمهات اللي بيفرق معاها قوي الولاد، اللي هم الأولوية في حياتها وليست هي اللي بتدور على الأولوية بتاعتها، ده مهم قوي وبيتحس على فكرة، بيتحس قوي حتى للولاد سبحان الله. تعالوا بقى ايه، ندخل الحاجات الحلوة دي الفرن، نسيح بس الجبنة كده، مش عايزه اديها لون ولا حاجه، انا عايزاها تطلع لي سايحه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده، الله الله. انتوا بقى هنفترض عندكم توست بات، التوست البات ده او اللي بايت يعني عندكم في البيت، مش حابينه كده، تحسوا كده انكم مش فريش كده، روحوا محمصينه فورا زي ما انا عملت كده، واعملوا لهم التونه، قلب التونه عليها شويه خضار خفيف، معلقه يوجورت زبادي جريج او اللي هو اليوناني، او معلقه مايونيز عليها، قلبوهم مع بعض. لو عندك شويه ذره حلوه، عندك شويه فلفل الوان، عندك اي حاجه من الحاجات اللي بيحبوها، واعصري عليها ليمون ونقطتين خل، وبعد ما تصفيها طبعا واعمليها لهم كده، حطيها لهم على التوست دي شرايح طماطم، شرايح خس اللي هم عايزينه، واديها لهم سندوتشات، حط لهم شرايح جبنه بيضة قريش، عليها رشه زيت زيتون، عليها شريحه طماطم، شويه زعتر، خليهم ياكلوا حاجات خفيفه تقدري يعني نستوعبها. التوست ده ممكن نطحن منه شويه ونحمصه في الفرن ونعمل منه بقسماط يفيدنا في كفته الفراخ، كفته اللحم، انواع الناجتس اللي احنا عايزين نعملها بالفراخ، الحاجات دي كلها هتفيدنا. حروف التوست لو شلتها حمصيها، بس تحمصيهاش جامد لان هي بتبقى اوريدي واخده تحميص اساسا في التسويه، وانت هتحمصيها تاني عشان ما تمررش وعشان ما تغمقلكيش الحاجه لو هتحمريها، هي تدخل في حاجه زي الكفته والناجتس جواها لكن مش تتغلف بيها، نصيحه مهمه جدا. طيب تعالوا بقى نشيل الحاجات دي ونشوف البيتزا التوست. طبعا التوست ده لوحده يعني بصوا مش قادره اقول لكم، سيبوه بقى لما يهدى روعه. ناس بتجيب له جهاز التوستر مخصوص عشان تطلع توست كده الصبح تاكله مع اي حاجه. قطعوا لهم الفلفل الالوان ده بالطول كده، اعملوا لهم مثلا يعني الفلفلايه دي تقعد معاهم كذا يوم، هناخد ربع من هنا وربع ونقطع شرايح كده، ومع جزرايه خيار. الولاد اللي بتاخد خضار ده حاجه جميله على فكره، يعني بيغذيهم جدا، مهم قوي ان هم يدخلوا بنسبه الياف وخضروات كتير تعوضهم
مش بس سويتس ومش بس معجنات واكل وعجين او عيش وجبن، يعني تبقى حاجات تانية مهمه، خصوصا ان في امهات انا عارفه انهم بيعملوا الناجتس الجاهز. خلينا نبعد عنه، نعمل الحلو وان شاء الله نعمله مع حضراتكم. بصوا كده بس انا ايه اقفل السندوتشات الروعه دي. عايزه اقول لكم بصوا طريه ازاي، على الرغم والله بقالها كتير جدا واحنا بره هنا عندنا التكييف سخن جدا، يعني التكييف بتاعنا سخن جدا. بصوا الطراوه، ودي بقالها مثلا 10 ساعات محطوطه بره. خلينا نحطها هنا، فلكم ان تتخيلوا انه كمان نسبه السقعه او التكييف تنشفها، لكن هي عشان هشه وديناها وقتها في الخبز بقت كده. بصوا بقى البيتزا هو ده، يلا بينا توكلنا على الله. يلا بينا، اوه لا لا، يلا بينا بسم الله. شايفين الجمال؟ انا بقى احبهم يتبسطوا بالجبنه كده. يا سلام، ناخد بقى الطبق القمر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبعديه شويه عشان سخنه، نمسح الطبق. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المطه يا اولاد؟ لا لا لازم تيجوا الناحيه دي. ايه يا استاذ فضل، لازم لو سمحت تشوف المطه. شايفين الجمال؟ يلا بينا. دي بقى معاهم هيتبسطوا بيها قوي. شايفين ازاي؟ معلش عشان الجبنه اللي بتنزل. ايوه حلوه. مش عارفه احط لكم دي فين. بيقولوا لي في بقنا، حطيها لنا في بقنا. حبايبي يلا بينا نشيل ده. ادي فكره بسيطه، اتمنى يا رب تنول اعجاب الولاد وتنول اعجاب حضراتكم. هنروح نقدمها ونستعد بقى الى بريك، نعمل حاجه حلوه بقى، حاجه من الحلويات برضو بتاعه الافران او محلات الحلواني الولاد بيحبوها، ونعملها لهم برضو باي فاكهه موجوده عندنا. يعني ممكن نستغل المانجا لو هي لسه استيل موجوده بالمانجا، اللي عايز اناناس كومبوت، اللي عايز اي حاجه، عايز كريز، عايز بالكاستر. يا ترى هنعمل ايه حلو؟ تعالوا هنعمل معجنات حلوه جميله كلنا بنحبها بعد الاستراحه، مستنيه حضراتكم.